الأسبوع هذا كان جدا ثقيل، اختبارات كثير وتسليم واجبات أكثر، حرفيا ما في وقت إني أطبخ، كل اللي أكله هو بيض بس، أفطر بيض مقلي وأتسحر بيض عيون. أعز أصدقائي الفترة ذي هو بيضة، سميته مستر إيج وعدت إني ما أكل غير البيض، بس اليوم وأخيرا بطلع مطعم عربي مع الشباب، لكن أهم شيء قبل ما نروح إننا ناخذ لقاح كورونا فككها، فجينا الفارماسي بناخذ اللقاح عشان إيش؟ يصير أقوياء. تصير قوية، ما في عضلة الحين لأنه صايمين الصباح، فخلنا نأخذ فيهم جولة على الفارماسي، على الصيدلية حقتنا. شوف كولا ومدري ايه، يا اخي شو الصيدليات دي الغريبة؟ الصيدلية تبيع لك اشياء المضرة دي عشان انت تيجي وتشتري منهم العلاج. ثينك تتوقع جاء دورنا بنروح نتلقح الحين؟ ان شاء الله ما تكون فيها اعراض له، لان عندنا اختبارات واحنا في نص الاسبوع الحين، فان شاء الله ما يكون لها اعراض وزي كذا. شوف الهطف ذا يطالع، لا تطالع يا ابوي لا تطالع، تسمع امك هناك. كيف هذا ولا هذا؟ فيلينج لاكي ولا المولع؟ باخذ المولع، يمكن يحسن الحظ يعني. خلاص يوتيوب الحين عندنا فلوس، نشتري اي شيء، اي شيء نشتري نسوي عليه محتوى، هنا السر. اوه عبد الله انت هنا؟ ياه كيف جيت؟ افضل واحد يعزف جيتار في كولومبيا يا اخي، انا اذا قابلت احد لازم اقول له افضل واحد، ما ادري ليش زلت افضل واحد. ان شاء الله ما نمرض. والله كبيره. مشي. تعال توني تلقحت ومره سهل يا اخي. وش ذا؟ ما تعور، ما ادري منها. I'm here with Rebecca. She's gonna take care of me. Okay, quick, huh? Yep, I'll be quick. You won't even realize. Because my mom is watching. Okay. Am I gonna feel anything after that? Any signs of it? But I might be sore for a couple days. Oh, a couple of days? Maybe. But what about my health? You should be good. I should be good? You just wanna have a seat for about 15 minutes. I'm gonna... Yeah, sure. Okay, just to make sure you all feel fine. Yeah. Oh, شكلي بصيح. امزح، ما تعور على شيء صراحه، سريع جدا. ما حسيت اني سويت شيء يا ولد، بس اقول لك انتظر هنا 15 دقيقه بس. ما قالوا زي كذا الا في ناس اكيد جتهم شيء. باقي دقيقه ونص، ما احس الا بصداع الحين بس يعني. والامور الثانيه كلها كويسه. سيطر ولا شيء؟ ايش فيه؟ شوف راسك. كيف اشوف راسي؟ احس بصداع بس. ايش في راسك انت كذا؟ وش ذا يا ابوي صار فينا احنا؟ خلصت تطعيم كورونا، جديد على القناة لا ينسى تسوي زر الاشتراك، خذ لك فرع على المقاطع القديمة، المقاطع القديمة كلها خمس مقاطع قبل شهر، أو إذا ما عجبتك خذ رقمي إن شاء الله تنبسط. وأنا قاعد أصور نسيت إني حاسب على ذا، بروح حاسب بسرعة وأجي، لا حد يسرق من البقايا اللي فيه. لا أنت تصور؟ طيب مصطفى معانا هنا يقول ما يبغى يطلع. قبل امس اخذنا اللقاح، اليوم امورنا طيبه، ما حسينا بشيء صراحه. بنروح شارلوت بنتمشى شوي، فجايين عند العيال بناخذهم وبنروح. لازم تقول للناس ايش نوع اللقاح اللي اخذته. انا اخذت فايزر والحمد لله صراحه، ما كان في ما وش اخذنا احنا؟ اخذنا موديرنا. اوكي حريق كيف جامد صح؟ خلنا نصحي العيال. يلا هلا، توني جاي عندكم وبصحيكم. صاحين؟ الو من باقي؟ شو الشقة كيف جامدة؟ المبتعثين زي ما قلنا احنا، شقق المبتعثين زي كذا. الشباب هنا شو الاخبار؟ جاهزين؟ على الحلاقة. ما تاخرنا عليكم؟ لا ابدا ما تاخرتوا. بتجي؟ لا قاعد اصور. امش التهديد يعني ذا؟ المتابعين يبغونك. مقطع الجاي. مقطع الجاي. ول ولا صح؟ جامد. ما يبيعونه ترى ذا صعب. هذا بس من القناة بس. مخصوص. سيارتي الجميلة. صور لهم السيارة. الفلوق اللي قبل ذا السيارة انسحبت. فعشان كذا حطوا لي هذه، فما أدري كيف بشيلها. يوم يومين يصير ابو اليوم احد المشاهير بعدين يسحب علي يقول لي فينك يوم كان عندي 300 مشترك، صح ولا لا ابو اليوم؟ لا يا رجال، الشهر تجيب الحبايب وتنسيك حبايبك الاوليين. لا لا لا. كلام فاضي ذا، كلام فاضي جد ابو اليوم؟ ايه كلام يا رجال. انزل السياره.
بنشوفكم هناك في شارلت. تعرف الحركه ذي اللي اخذهم زي كذا ونروح. بنشوفكم الحين في شارلت. اصبر ما نفعت. ها انت بتسويها؟ يلا الحين سوها. زي ما تشوفون وصلنا شارلت. ورهم المباني. بندفع للباركينج. يا اخي حاط كريدت كارد. والله ما ادري هذا حقتنا ولا لا، بس خلينا نمشي. خلنا تنزل هنا. يلا ليتس جو. مقطع جامد. تشتغل 20% قليل ترى، بس خمسة دقائق ما تمشي كل شيء. طبعا اصعب شيء في السكوترات انك تحصلها، لان فيها لها بطاريات وتخلص والناس يرمون السكوتر حقهم في اي مكان. يعني بنكون زي كذا احنا بعد شوي. ايش فيها خشت هنا؟ البنزين هذا البنزين ولا هذا الفرامل ولا هذا البنزين؟ هذا فرامل ما يبغى والله؟ يا طيب ما في ريوس؟ سيارة هي السكوتر يا اخوي. وريتهم شرابي انا ولا؟ وريتهم؟ خلاص الموضوع عندهم. كيف؟ طلعني من اليوتيوب. طلعك في اليوتيوب؟ طلعني في اليوتيوب. سالم يحب يطلع في اليوتيوب، كل ما يشوفني اصور يقول طلعني في اليوتيوب. بناخذ سكترات وبنفر على المدينة. فليتس جو. اوفتك يا اي جاد. ها قالوا لايك سبسكرايب شيء ولا ما قالوا شيء؟ كل الناس بتطلع في القناه صح. احنا 300 بس كل الناس بتطلع. الله حسيني كنت بغيت اموت يا الكذاب. مو كنت بتموت ولا شيء، سلو موشن حتى من الطبيعي. ترى بسرعها في الايديت، بسرعها في الايديت، خليها سريعه مره. صافي انسى ماني نازلها والله، نزله مره قويه ابوي. انا اول مره والله عادي حتى انا اشوف والله نازله جامده يا عيال. ها ابو اليوم ماني نازل ترى، ما صعب الشيء. ايش اللي ما صعب؟ كم مره ستم سكوتر يا ابوي؟ لا ولا كذا احلف. شوف اسمع انزل بسرعه، لازم تجي من هناك مسرع بسرعة مره اوكي، وتنزل بدون ما تسحب فرامل. يا والله حرام عليكم، ماني نازل ماني نازل. انت تعرف انه عندي خوف من المخاطرات. طيب يلا حلو. I see you walk out of the shade. Oh yeah. هدي ربي اني سويتها. السكترات كلها طفت، فبنتكعب للسيارة واقفين والله بعيد هناك. الله الله. ايوه قاعد نصور. دور لنا مطعم نفطر فيه. ليش جو؟ ليش جو؟ طيب وصلنا المطعم زي ما تشوفون. أكل عربي والله صراحة، من زمان ما أكلت أكل عربي. بيتزا وأكل أمريكي خلاص بيطلع من الحلوق. أنا طيب الوضع هنا بوفيه مفتوح زي ما تشوفون، فغلطتهم إيش؟ غلطتهم إنهم حطوا لي بوفيه مفتوح، فنبدأ خفيف بالسلطة بعدين نخش في هذا. أنا كأني قاعد أشوف في مندي هناك، صور المندي ولا؟ عشان تصير محترف في البوفيه تاخذ من كل شيء حاجة، يعني أي شيء تشوفه تاخذ منه حاجة أول راوند. مو بس كذا، في صحن بجيبه بعد ثاني الحين مليان شاورما.
طبعا الصحن المهم وين الصحن اللي كان هنا يا عيال؟ هذا حقي صح؟ البلاط عندنا ذا وعندنا الشاورما هنا يا عيال، ترى بوفيه مفتوح يعني، روحوا خذوا لكم صور الفلوج طلعني في اليوتيوب يحب اذا شافني اصور يقول طلعني في الفلوج، فطلعت في الفلوج. بعطيكم رأي فيه. اول لقمه اوه قاعد حسيت بشيء والله بصدر، ما ادري شو. اوه هذا مستر ايج، افضل صاحب الفتره لي ذي مستر ايج، دائما انا وياه زي كذا مع بعض. ليش انت لحالك؟ ليش مو مع البقيه؟ راح اسميك مستر ايج. حزام الامان يا مستر ايج. Cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up it's you that I think of, it's true. It's so obvious, but I'm holding back because you don't want me like I want you. You don't feel me like I feel you. Oh no. سميت مستر ايج وعدت اني ما اكل غير البيض. You don't touch me like I touch you. Never blush baby when I kiss you. But you don't. And I must confess that I wish I'd find someone new. Never blush me.